أهلا بكم إلى وصل صوتك لنعرف أكثر عن عقيدة قذف أئمة الزيدية الحوثية لمن خالفهم من أهل اليمن وعموم المسلمين بالفواحش والمنكرات. تابعنا ما قاله المدعو حمود الأهنومي. دعونا نتابع ما قاله الآخرون. الشيخ حمود الخرام أيضا هو باحث في تاريخ الزيدية، ينقب عن قبح هذه العصابة السلالية وعن إساءتها المتكررة لليمنيين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فيما يخص تصريح المدعو الزيدي الحوثي حمود الأهنمي بالقذف في نساء ورجال أهل اليمن ونسبة الفواحش من زنا ولواط إليهم، فإن هذه ليست عقيدة حمود الأهنمي أو تصرف شخصي من حمود الأهنمي، بل هي عقيدة كامل أئمة الزيدية المتقدمون والمتأخرون. نص على ذلك أكثرهم في كتبهم، كما سنرفق الوثائق في آخر الدرس. وفي هذا البيان سنثبت لكم أن هناك من العصريين العشرات من يقولون بقول حمود الأهنمي. نستمع أولا إلى المدعو الحوثي الزيدي قيسم الطل، وهو يصرح بهذه العقيدة فينسب الزنا واللواط والشذوذ الجنسي إلى أهل اليمن وبقية القبائل العربية. استمعوا إليه ثم نعود. واقع الأمة في عهد الإمام الهادي حرب للإسلام، كذب على رسول الله، ثقافات مغلوطة، عقائد باطلة، وليلهم في التلذذ والطرب والفسق، كان هذا معروف عندهم. ولكنك في السعودية دالحين مراقص وخمور وما إلى ذلك، رافضون معطلون للنكاح، مظهرون معتكفون على السفاح، المنكر بينهم ظاهر، وأفعال قوم لوط أفعالهم وأعمالهم في ذلك أعمال. يعني نشروا ما حتى الشذوذ وجريمة المثلية، يعني كأنه بيتحدث اليوم عن أمريكا والسعودية والإمارات فكانت اليمن تعاني الويلات وتسير إلى الهاوي. وقد أنزل الأهنمي اعتذارا وذكر فيه أنه نقل من مراجع أئمة الزيدية وليس من عنده، وهو صادق فيما قال. ولنستمع إلى الآخر الزيدي الحوثي، وهو يقذف أهل اليمن فيقول أنهم نزلوا إلى تحت الإنسانية، أي إلى تحت اليهود والنصارى، فأعملوا الشذوذ الجنسي، وكانوا يستخدمون الفواحش ويقدمون بناتهم قربانا لضيوفهم. فاستمعوا إليه ثم نعود. الإمام الهادي عندما جاء إلى اليمن إصلاح الناس كان هناك انحراف ديني، الانحلال الأخلاقي لدى الناس. أيضا لا ننسى مسألة الإصلاح الوضع الأخلاقي، لأن الوضع الأخلاقي كان متردياً إلى درجة أنهم خرج بعض القبائل وبعض البدو خرجوا عن مسألة الفطرة الإنسانية، خرجوا عن الفطرة الإنسانية. ولذلك بعضهم مثل قرية الأعصو تهددهم الإمام الهادي بإبادتهم جميعاً، إبادتهم إذا لم يتركوا هذا العمل الشنيع في وضاعتها الأخلاقية، في وضاعتها الأخلاقية، حيث أنه كان يأتي الضيف إليهم فيزين الأب أو الأخ أخوه يعني أخته أو زوجته أو بنته فيهديها إلى الضيف. فغضب الإمام الهادي غضب شديد وقال هؤلاء يجب جهادهم قبل جهاد الروم، يجب جهادهم قبل جهاد الروم. هذا كلام المتأخرين من أئمة الزيدية الحوثية. أما المتقدمون فقد ذكر صاحب كتاب سيرة الإمام الهادي محمد بن علي العلوي صفحة 367 إلى 368 ما نص عليه حمود الأهنمي، وسنرفق الوثائق. ومثل ذلك ذكر علي المرتضى في كتابه سيرة الهادي صفحة 149 إلى 151 مرفق الوثائق. تابعوا الوثائق وابقوا معنا وشاركوا لنفضح هذه العصابة الدخيلة على الإسلام والمسلمين، وهذه هي الزيدية لمن يجهلها. شكرا للدكتور حمود الخرام الذي يمضي في معركة الفكر ضد هذا الوباء وهذه السلالة التي تستمر الإساءة
لليمنيين والتعدي على أعراضهم وشرفهم. ويبقى اليمنيون في معركة دائمة ومعركة وجود ضد هذا الوباء وهذا السرطان حتى ينعموا بالأمن والسلام والطمأنينة.